السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحيانا بعض التلاميذ يضغطون على بعض الأزرار التي تغير لهم نظام الآلة الحاسبة، وأحيانا يقع تلف في نظام تشغيل الآلة الحاسبة، وبالتالي التلاميذ لا يعرفون كيف يعودون إلى نقطة البداية، أي كيف يتم إرجاع الآلة الحاسبة إلى الحالة التي كانت عليها في البداية. إذن لمعرفة هذا الأمر، أول شيء نقوم بالضغط على Shift ثم نضغط على 9، هنا يعطينا خيارات، نضغط على All اللي هي 3، هنا يعطينا هل Yes أم Cancel، بالتالي تختار Yes اللي هي تساوي، ثم نضغط على AC، هنا قد تم إرجاع آلة الحاسبة إلى نقطة البداية أي الحالة الأولى التي كانت عليها.